الرحالة الشهير أولياء تشلبي عندما تحدث في كتابه عن مدينة طرابزون أعطى أهمية خاصة لسمك الهمصي، وهي سمكة اهتم بها سكان البحر الأسود في شمال تركيا وتنافسوا في تسويقها، وقد سميت باسم الخمصي لأن صيدها يتم في فترة تدوم 50 يوما في فصل الشتاء، وبعدها يرسل المنادون في الناس يبلغ عن بدء موسم سمك الخمصي منادين. فلنتعرف على بعض خصائص الخمصي من أولياء تشلبي. هي سمكة طولها شبر، رقيقة الجسم، لامعة اللون، يشوبها اللون البنفسجي اللامع مثل الفضة، تعطي قوة للجسم وهضمها سهل، لا تشعر آكلها بالعطش وتشفي من تناولها، ويتم تحضير بخور من رأسها يفيد في طرد الحياة أو أم 44. يتحدث أولياء تشلبي في كتابه عن أنواع أكلات الخمصي فيقول: أكلات الخمصي خاصة لأهل طرابزون، ويطهون منه ما يقارب 40 نوعا من الأطعمة، منها الكباب والحساء والفطير واليخنة والبقلاوة. تتواجد سمكة الخمصي في البحر الأسود بكثرة وفي السواحل الدافئة للأناضول ومنطقة القوقاز وجبل القرم في أوكرانيا، وهي سمكة مهاجرة تتغذى على العوالق، تعيش 3 سنوات تقريبا، وتنتقل بشكل جماعي من تركيا التي تقضي في سواحلها الشتاء إلى الشمال حيث الغذاء والإباضة. تنتشر سمكة الخمصي بداية من شهر نيسان إلى تشرين الأول في البحر الأسود، وتتواجد بكثرة في شماله.